تسمم الأغشية المخاطية بيصيب الأطفال بشكل أكبر، والأوعية الدموية عند الأطفال قريبة جدا من السطح، علشان كده الأطفال بتصاب بنزيف الأنف أكثر من البالغين. طيب لو استمر نزيف الأنف لمدة زمنية ممكن تزيد عن 15 دقيقة، أعمل إيه؟ يبقى فورا لازم ألجأ للطبيب. طيب إيه هي أسباب استمرار النزيف عند الطفل لمدة 15 دقيقة؟ قال لي من الممكن يكون في جسم غريب دخل أنف الطفل من غير ما تاخد بالك، سواء الأب أو الأم. قال لي عشان كده لازم استشارة الطبيب على الفور. طيب إزاي نواجه نزيف الأنف عند الطفل؟ قال لي عشان نواجه نزيف الأنف عند الطفل بحكمة، يجب على الآباء بشكل عام الهدوء، ما نستعجلش وما نخافش. نجيب منديل من الورق ونقوم بتنظيف الأنف عشان نتخلص من الدم، ثم بعد كده نقوم بتضييق الأوعية الدموية بالضغط على جانبي الأنف برفق، ثم أو بعد كده نبدأ نقعد الطفل في الوضع القائم مع ميل الرقبة للأمام قليلا، بكده نبدأ نسيطر على النزيف. طيب إيه هي الأسباب المحتملة الأخرى لنزيف الأنف عند الأطفال؟ قال لي ممكن تكون تناول أدوية زي أدوية سيلان الدم مثلا زي الأسبرين ممكن تسبب نزيف الأنف. قال لي كمان عدوى الأنف والجيوب الأنفية، مش كده وبس، قال لي كتر استخدام كمان البخاخات اللي بتستخدم للأنف لعلاج الحساسية. قال لي كمان استنشاق مواد كيميائية قاسية، ممكن الولد يشم حاجة قاسية زي مثلا البوتاس مثلا في البيت لا قدر الله فيحصل له نزيف أنف. قال لي كمان الاحتكاك الجسدي، ممكن العيل يكون بيلعب ماتش كورة، بيلعب لعبة مثلا فيها عنف ما فيصاب بنزيف الأنف، مش كده وبس. قال لي كمان ممكن حالات السقوط من أماكن مرتفعة، ممكن يكون نزل من مكان عالي شوية فتصاب بنزيف الأنف. إذا كان نزيف الأنف بيرجع للأسباب دي كلها، فلابد من استشارة الطبيب على الفور.